بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في حي سيف الدولة، أرض سيف الدولة الحمداني، من هنا من مدينة حلب بالقرب من صلاح الدين. هذه المنطقة محررة بشكل كامل، ومن هنا سنعمل القصر الرئاسي بإذن الله. ها هم جنود الأطفال، أطفال جيش الشيوخ والأطفال والتوحيد بإذن الله، بإذن الله صامدون على هذه الأرض في مدينة حلب، وحتى تحريرها من آخر جندي في كتائب الأسد بإذن الله. إن شاء الله.